العلاقة الارتهال الاقتصادي أو التبعية أو هذا الاقتصاد المتخارج يعني ما يجري من انتفاضات، أو دعني أقول لك أن ما يسمى بالدويلات الوطنية التي يعني تم إنشاؤها أو تركيزها أو يعني ورثت الاحتلال يعني بعيد الحرب العالمية الثانية، فيما يسميه بعض علماء الاجتماع في أمريكا اللاتينية باستعمارية السلطة، أنه عندما استقلت هذه الدويلات الخيارات لم تكن خيارات وطنية، وإنما يعني تقريبا ورثت الخيارات التابعة. بعد 6 أو 7 عقود رأيتم على مدار العقد الفارط وهذا العقد الثاني هذه الدويلات تطفي أو يعني تطوي خيامها بلا بواكية، والانتفاض على يعني من أشده. إضافة أنا يعني أتفق معكم، إضافة إلى الاقتصاد المتخارج، والدكتور عمر يعني أبدع في ما قال لك يعني ما ننتج للتصدير وما نستهلك يعني للتوريد، فيه عامل آخر أخي أيضا، الدولة الوطنية، هذه المسمات يعني الدولة الوطنية أو ربما معناها أفضل أكثر عبارة الدولة ما بعد الاستعمارية، عاشت بفضل الحرب الباردة. الحرب الباردة، التنازلات التي قدمها الدول أو الكتلة الغربية يعني العالم الليبرالي خوفا من حركات التحرر الوطني وخوفا مما سموه غول الشيوعية، يعني تقريبا ما ساد من اقتصاد أو الدولة التدخلية، يعني الدولة تتدخل في الاقتصاد، وهناك ما يسمونه القطاع العام و الصحة والتعليم، ويعني قدمت خدمات جمة إلى الناس، لكن تلك الخدمات ويعني ذلك الاقتصاد كان بيروقراطيا جدا وكان زبونيا، يعني قايضوا الناس حقهم في التنظم الحر، حقهم في التعددية، حقهم في الحريات الأساسية تم تأميمها، ويعني قايضوا ذلك بتلك الخدمات. في منتصف الثمانينات السادة الكرام، منتصف الثمانينات عندما بدأ الحديث عن إصلاحات هيكلية تفرض أيام يعني ريغان وتاتشر، ووجدت صداها وبصماتها في ربوعنا عقب انسحاب الاتحاد السوفيتي وكتلته الشرقية من هندسة العالم لصالح الليبرالية، بدأت تفرض اللبررة أو الخوصصة أو تجريد الدولة من سلطانها الاقتصادي، يعني تقريبا لصالح خوصصة. أولا الخوصصة أستاذ، نحن لم ننتقل في دويلاتنا هذه من رأسمالية الدولة إلى الدولة الرأسمالية، وإنما انتقلنا من رأسمالية الدولة البيروقراطية الزبونية إلى يعني رأسمالية الحبايب، أو قل أنت ما أسمته الثورة التونسية بعصابة السراق، يعني ذلك الذي ركمه يعني ركمته الشعوب على مدار عقود ما بعد الاستقلال لم يتم التفويت فيه يعني لصالح يعني كما قلت لك معناها دولة رأسمالية فيها قطاع خاص، والقطاع الخاص بدوره عنده طموح الوصول إلى السياسة وبالتالي سنجد حريات سياسية وإنتاج وكذا، لا، تم التفويت فيه إلى عائلات يعني لصوصية، يعني بعدما كان الاقتصاد بطيئا في يد يعني الدولة أصبح الاقتصاد مختطفا في يد أناس لا علاقة لهم بالثروة، لم يراكموا الثروة ليصلوا إلى السلطة، وإنما يعني تقربوا إلى السلطة لتملك معناها الثروة. ألور أخي، لماذا قلتم ما عاد ثمة اقتصاد موجه إلى إشباع حاجات يعني الناس؟ ليس فقط باراديغم التبع يعني التبعية والاقتصاد التابع المتخارج هو يعني السبب، وإنما أيضا عندما خرجنا من كما قلت لك الاقتصاد الموجه، الاقتصاد الذي في يد يعني الدولة، إلى الاقتصاد الذي يفترض أنه يكون يعني ليبرالي، نحن وقعنا في يد عائلات تعبث، سرقت وجردت الدولة من كل سلطانها الاقتصادي واشتغلت باقتصاد خدمي هش أساسا يعني تقريبا البيع والشراء والسياحة ومعناها يعني كل هذه الأمور، أصبحت الدولة عاجزة، الدولة ما يسمى الدولة يعني الوطنية، ولهنا يعني كي لا نسقط في التعميم أستاذ، كل ما عملنا زوم على دولة يعني ما يعني نقدر أن نفسر أكثر. مثال أستاذ، ما جرى في تونس 2010 ويعني ما تلاها، ما الذي حدث بالضبط؟ بيكذب عليك، ما هيش ثورة يعني جيعانين، هي ثورة الجيل المتمدرس الذي أنتجته الدولة، لكن ساعة أصبحت يعني هم ثمرات الدولة، الجيل المتمدرس
ساعه اصبحت الدوله عاجزه عن الاستجابه الى طلبات هذه الاجيال الجديده، ولم تعد ايديولوجيا الكفاح الوطني قادره على التعبئه وشد هؤلاء الناس. يعني خرجت هذه الاجيال يعني ثائره، عجزت الدوله عفوا نعم عجزت الدوله. لماذا استاذ؟ لانها تاكل في العصا من برا. وهنا اربط مع تحليل الاستاذ الذي يعني سبق، الاعتبار الخيارات يعني التنموية المتخارجة أصبحت مفروضة، يعني العولمة والتفويت في الـ يعني سلطان الدولة الاقتصادي، معناها في أنها الدولة، لأنه الاقتصاد اللي في يد يعني الدولة مش دوره الربح، يعني دوره أساسا معناها يعني اجتماعي. الدولة ما عادش قادرة عندها فلوس لتمويل التعليم والصحة وتشغيل الناس، خصوصا في الدول اللي ما عندهاش ريع يعني نفطي. زائد استاذ هذا القطاع الخاص الذي اوكلت له الدوله لعمليه التنميه يشتغل في قطاعات غير منتجه، يعني قطاعات ما تنجمش تشغل الاجيال الجديده. وما تنساش حاجه وما نطولش عليك استاذي، انه في بدايه يعني التسعينات تم انفتاح الجامعه على السوق، يعني ما اصبحتش الجامعه تنتج المعرفه وتعرف انت يعني تلك الشعب الطويله والعلوم الانسانيه، لا اصبحت كلها ليزيزات هذوما وشعب قصيرة كومكوا توفر في يد عاملة جامعية إلى الاقتصاد يعني الجديد. هذه الآلاف التي يعني ضختها الجامعات لم تجد سوقا إلى احتضانها، وهنا كانت الانتفاضات عميقة ومسلحة بأجيال متمردة على دولة أنتجتها وعجزت عن الاستجابة إلى مطالبها.